انا طلعت بيوم مشغول مع صاحبي كنا نسوق متونسين نمشي بخط سريع مظلم كان متروس بالاشجار كانت الساعة 4 الفجر قاعد نسولف متونسين والاشجار على طول الشارع من اليمين واليسار لما طلع قدامي شخص بنص الشارع وانا ضربته وقفت وقفت بسرعة قلت نشوف اللي ضربناه نزل صاحبي من السيارة على هذا اللي سحقته وانا راقب صاحبي في المراية واشوف اللي سحقناه عرفت جاي ايثم من رقبته ودخل بين الاشجار انا نزلت اركض منهار شفت ايثم كله دم ما ادري شنو اسوي ظليت انا محتار حسيت بذنب ذنبي وبدي اكلني هذا الندم من الفزحة والخرعة صابتني انا راح اركض منهار دخلت اركض 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 خايف انا اركض بين الاشجار الدنيا كانت ظلمة هندس وانا اسمع صوت ذياب وصلت البيت مهجور مهجور وانا رحت ادق الباب Welcome to the fire terrier. Hello. Hello. Welcome to the fire terrier. Hello. Hello. البيت خلي جوا خايف متأثر لقيت سكينة لقيت دم لقيت البيت أصلا مهجور أرضيت البيت كلها دم على الحيطة دم متقشر بيت مهجور متروس بالرعب محوط بالقبور دخلت أنا أركض أركض بالبيت أركض على الهول كان أشوف أنا حجية قبيحة علي ناطة هي ظاهرها قلت يا خلا لحقي لحقي ترى صاحبي مات مقتول تضحك تضحكي علي وتلعب بشعرها لما دارت هي علي شفت عيونها واقفة بطل وجهها كله بشاعة فطرة مكسرة من كثر الحبوب لزمت إيدي وأنا جسمي يرجف حسيت نفسي مشلول تقول لي انا مستعد اخلصك تطيني بوسه من الخدود رفضت اعطيها البوسه سحبت علي السكين نامت هي علي عصبيه تقول لي شاهد يا مسكين وجهها كله بشع جنة وجه الجاموسه تقول لي ليش ما تنطي اللي بيتك بوسه ولكن في ضباير انفتحت باب البيت دخل واحد شايل منشار ويقول اشتمت ريحة بشر من بين الاشجار انا دفعت المرة ورحت اركض على الدرج جرت انهزم كان اشوف ايثن قدامي ملابسه كلها دم وقلبي يا كوني واحد روح مني ما خليك تنهزم الا تقتلني دفعت اركض برا وكلها تصيح الريت دمه اصبحوه مرة لا ينطق ولكن ما اركض بالغابة وندعي تطلع الشمس وخلص منهم حيراني بصاحبي اللي تحول صار هو مثلهم وصلت الشارع والقيط هو سيارة وضرعة والشرطة وقفتهم هرجف خايف صعدت لي وراي بشرح لهم على الجريمة وعلى كل شيء اللي صار والشرطة ضحكوا وانداروا هم علي وكان انصدم قالوا غصبا عنك راح تتحول ما عندك خيار طلعوا الشرطة مثلهم مصاصين للدم كان في ضباير تريري Welcome to the fire terrier. Welcome to the fire terrier.